بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هقول لكم على شويه اخطاء انا وقعت فيها. والحقيقه انا ترددت كتير قبل ما اعمل الفيديو ده، ولكن الفايده اللي ربنا عالم انا نفسي ان انتوا تتعلموا منها، واللي انا هقول يمكن بعض شويه من اسرار بيتي عشانها، ان انتوا تتعلموا من الاخطاء دي. مش عايزه حد يقع في الاخطاء دي تاني. الحقيقة أنا بحكم تربيتي طبعا من جيل قديم اتعلمت أو اتربيت على الشدة. أمي أو والدتي الله يرحمها كانت شديدة، كانت الشدة بتاعتها أسلوب من أساليب الحنان. ما تسألونيش إزاي، يعني هي حنانها في إنها بتشد علينا، هي بتفتكر أو هي اعتقادها إن ده الصح، ويمكن كان وقتها ده الصح. انها عمرها ما حضنت حد، عمرها ما باست حد، عمرها ما، لكن كانت بتفني نفسها في اسعادنا. الحقيقه علماء التربيه والمتخصصين دلوقتي واللي انا عرفته بعد كده ان ده مش صح خالص، ان ده مش تربيه خالص، وده بيبقى له اثار سلبيه كتير زي ما حصل معايا. طبعا بحكم الوراثة أنا بحب، يعني حبيت أربي بنتي زي ما أنا تربيت، وأنا وقتها فاكرة أن هو ده الصح وهي دي التربية وهي دي التربية المثالية، لأن الكل كان بيشكر في أخلاقنا وبتاع. فالحقيقة غلطة من غلطاتي، من أول غلطة، يعني أول حاجة هتكلم عنها هي سلوكي مع بنتي، أن أنا ما احتوتهاش، ما خدتهاش في حضني. كنت دايما أوامر، وعايزاها إنها تكون شاطرة في البيت، عايزاها تكون شاطرة في المدرسة، مش مهم شخصيتها إيه، مش مهم ميولها إيه، مش مهم إن أنا أتبع أساليب صح في كده. فكانت دي غلطة كبيرة جدا وقعت فيها الحقيقة. وبعدين لما كمان وصلت لسن المراهقة وبقى عندها اهتمامات وهوايات، جيت أنا بمنتهى القسوة وحرمتها من الهواية بتاعتها. هي كانت بتحب القراية قوي، وكانت بتجيب قصص كتير عشان تقراها. طبعا دي هواية مش وحشة، ده اللي أنا عرفته بعد كده لما كبرت ولما سألت المتخصصين والكلام ده كله. لكن أنا في اعتقادي وقتها إنها هتعطلها عن المذاكرة. فنتيجة إن أنا مش قريبة منها ومش بكلمها كتير ومش بخرج معاها ومش بحضنها ومش مش بمدح سلوكها، دايما شايفة الغلط منها. والحقيقة في غلطة كمان كنت بقع فيها كتير نتيجة تصرفاتي ده هي كانت هي بعيدة عني، وكانت هي دايما بتحاول تعاندني، لأن هي ما ده اللي أنا عرفته برضو بعد كده، إن أسلوب العناد ده للأطفال بيكون نتيجة تصرف الأب والأم. فطبعا كل ما تعاند، كل ما انا اتك عليها اكتر واشد عليها اكتر. وكانت النهايه انها في مرحله المراهقه بعدت عني خالص وبقت تقعد في اوضتها لوحدها. والحقيقه الحته دي وحشه جدا جدا. انا انصح اي ام انها ما تسيبش بنتها لوحدها، حتى لو البنت طالبه كده، يعني وراها لغايه ما اخليها تحبني وتصاحبني وتقول لي على أسرارها وكل حاجة. النتيجة أو السبيل في كده أو الطريق لكده إيه؟ الطريق لكده إن أنا أصاحبها، أحكي معاها، أحكي معاها كل يوم، أحكي معاها عن تجاربي، أحكي أخليها هي تحكي لي، أحاول دايماً أتغاضى أو أتغافل عن غلطاتها حتى لو هي بتغلط، لأن احتوائي ليها وقربي ليها أهم كتير كتير من إنها تتعلم حاجات في البيت. طبعا أنا مش بقول إنها ما تتعلمش وأنا ضد الموضوع ده خالص، لكن أحاول أوازن الأمور. تمام. تاني غلطة كنت بقع فيها برضو، إن أنا كنت شايفة ابني شاطر وكويس جدا في المدرسة، ورغم كده ما كنتش بمدحه، بيتصرف تصرفات حلوة وبيتعلم حاجات تصليحات في البيت، وبيتعلم يعني قدراته ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا. ورغم كده أنا في تغافل تام، أنا
في وقت ما هم كانوا صغيرين كان كل اهتمامي زي ما مع الموروث بتاعي، زي ما أمي الله يرحمها، إن أنا أو اهتمامي أو في نظري إن الصح إن أنا أخدم بيتي صح، بس الأولاد دول يعني طالما أنا بأكلهم وبعمل لهم لبسهم وبعمل لهم حاجتهم خلاص. طبعا ده غلط جدا. أهم من أي حاجة من دول إن أنا أحتوي أولادي وأصاحبهم وأمدح سلوكهم الحلو وأتغافل عن سلوكهم السيء وأحاول أعمل كده صداقة بيني وبينهم. الحقيقة الحتة دي أنا تنبهت لها يعني مؤخرا بعد ما كبروا قوي، وبحاول إن أنا أتدارك الخطأ ده. مش عارفة الحقيقة لغاية دلوقتي، بعترف إن أنا فاشلة فيه. يعني الحمد لله ولادي كويسين وكل حاجة، ولكن أنا اكتشفت الغلطات دي وأتمنى إن أنتوا تتعلموا منها. تالت غلطة، دي غلطة بقى شنيعة شنيعة وقعت فيها. الحقيقة كنت بستسلم لزوجي نتيجة نصايح والدتي طاعة عمياء. أنا مش ضد الاستسلام للزوج أو الاستسلام لرأيه بحيث إن أنا أرضي دايما وربنا قال كده وكل حاجة، ولكن في مواقف أنا يمكن لازم أحكي المواقف عشان تقدروا أنا قد إيه غلط. الحقيقة أختي كانت بتولد عند والدتي، وطبعا طول النهار ألم الولادة، والحقيقة وقتنا كنا بنولد في البيت، ممكن نولد في البيت يعني، خصوصا أخويا كان دكتور ومراته دكتورة وممكن يولدوها في البيت. تمام. النتيجة ان انا طول النهار طبعا والدتي تعبانة جدا وبتعمل حاجات في البيت، وألم الولادة بتاع اختي وعمالين نلف معاها والكلام ده كله، اليوم مرهق ومتعب جدا جدا. نص الليل كانت الولادة تمت، الساعة 1 بالليل بالظبط كانت الولادة تمت. طبعا زوجي مصر ومصمم ان انا اروح في الوقت ده. ولادة تمت في الوقت ده معناها يعني يمكن الستات او الامهات يعرفوا يعني ايه ولادة تمت في الوقت ده، يعني في حاجات عايزة تنظف، في حاجات عايزة تتعمل، في بيبي عايز يتنظف، في حاجات كتير. فما ينفعش ان انا اسيب امي اللي هي طول النهار تعبانة وطول النهار مرهقة جدا جدا، وطبعا أختي لسه والدة، وأسيبهم هما الاتنين كده وأنزل عشان أرضي زوجي. أنا مش ضد رضا الزوج، ولكن لازم أخد موقف وأستنى مع أمي علشان أعمل معاها حاجة أو أساعدها أو أكون جنبها. أنا شايفة أن أنا ما كانش ليا لازمة طول النهار، لكن كان ليا لازمة في الساعة دي. وطوعته ونزلت معاه، وطبعا زعلت جدا جدا من نفسي، ولغاية دلوقتي بلوم نفسي على الموضوع ده. أتمنى إن طاعة الزوج تبقى ليها حدود، يعني أنا مش هيجرى لي حاجة أو هو مش هيجرى له حاجة لو أنا استنيت مع مامتي أو مع أختي وساعدتهم. طاعة الزوج مهمة، وطاعة الزوج ربنا وصى بيها، وأنا مش ضدها أبدا زي ما قلت، لكن في حدود، في مواقف لازم اخد فيها موقف، خصوصا ان الموقف ده مش غلط يا جماعه، مش حاجه وحشه يعني. النتيجه الغلطه الرابعه اللي انا وقعت فيها، زي ما قلت قبل كده، ما شجعتش ابني على حاجات كان بيعملها عندنا في البيت. يعني ابني كان ما شاء الله يعني بيتعلم او بيعرف يصلح اي حاجه في البيت، ما شجعتهوش على كده وخليته يحب الموضوع او يحب ان هو يبقى يعمل الحاجات دي في البيت، واتقرب منه وامدحه زي ما قلت والكلام ده كله، بحيث ان هو لما كبر ما بقاش علاقته حلوه بيا، يعني علاقته بيا محدوده. هو شاطر وكويس وكل حاجه وتمام وبر بيا الحمد لله، ولكن العلاقه بينا محدوده. فده اللي برضو بتمنى ان انتوا ما تقعوش فيه.
التشجيع والمدح يا جماعة مهم جدا جدا للأطفال، وأهم من كده الاحتواء. لازم، اللي أنا عرفته برضو بعد كده، لازم كل يوم حوالي ربع ساعة كده أقعد وأسمع لابني وأحكي له، لو هو مش عايز يتكلم أنا أحكي له، بحيث إن أنا أشجعه يبقى فيه لغة حوار بيني وبينه. تمام. برضو الغلطة اللي بعد كده، إن أنا بنتي بقى كنت بستنى منها لما تغلط، استنى منها انها تعتذر، والحقيقة كانت غلطاتها كتير طبعا نتيجة تصرفاتي انا زي ما بقول، وكل مرة بستنى واخصمها وازعل منها جدا، وممكن باليومين والتلاتة وانتظر منها ان هي تيجي وتعتذر لي. انا متصورة ان هي لازم تعتذر لي سواء غلطانة انا او مش غلطانة، هي انا امها وهي بنتي ولازم تعتذر لي. في الحقيقة الثقافة دي غلط جدا، والحقيقة اللي عرفته بعد كده من علماء ومتخصصين إن أنا لازم لازم أعترف لولادي بخطأي، حتى لو خطأ مش بسيط أو مش باين لهم أو أي حاجة، عشان أعودهم على ثقافة الاعتذار. لكن أنا الحقيقة ما عودتهاش على ثقافة الاعتذار دي خالص، وانتظرة منها إن هي تعرف ان في ام وفي بنت ولازم ولازم، والكلام ده كله طبعا كان غلط جدا، وكان كل ما خصمها كل ما الفجوة بيني وبينها بتزيد. وبعد كده لما كبرت برضو ما عرفتش ان انا اصاحبها كويس. بعد ما اتجوزت الحقيقة بقت قريبة مني، ولكن طبعا ما استمتعناش بوجودنا مع بعض، ما قعدناش مع بعض صحاب الفترة اللي هي موجودة معايا فيها. فدي نقطة برضو أتمنى أن أنتوا تتعلموا منها. في مواقف بقى معينة كنت بعملها برضو، كان الولد والبنت كبار، يعني أنا كان عندي ولد وبنت، وبعد 7 سنين جبت ولد تاني. النتيجة إن هما كانوا مع بعض دايما. فمثلا كانت تقول لي ليه اخويا لابس شورت وانا مش لابسه شورت. انا طبعا ما ينفعش خالص البنت تلبس شورت، ازاي، وخصوصا ان كان جسمها يعني حلو يعني باين. فالحقيقه النقطه دي او اي مبرر لاي فرق بين الولد والبنت ما ينفعش يترد عليه بان هو ولد وانتي بنت، ما ينفعش دي خالص. لكن ينفع ان انا ارد على اساس الدين، ربنا قال كده علشان هو ده الصح. والحقيقة وقتها ما كنتش اعرف ان ده الصح. اخوك يلبس شورت، هو يلبس، هو ولد. طب انا كده بكرهها في جنسها، وكده بخليها تحس بالتفرقة. وبرضو الحقيقة كنت برضو بغلط غلطة كبيرة برضو، ان هي لازم تعمل معايا في البيت، هو مش لازم. الحقيقة النقطة دي كانت برضو وحشة جدا، وأنا كنت بعملها ومعترفة بخطأي فيها جدا، على أساس إن الولد برضو ما بقاش متعلم أي حاجة، وإن البنت كانت كارهة إن هي تتعلم معايا كل حاجة البيت، لغاية ما كبرت وعرفت إن ده الصح. لكن دي نقطة برضو سيئة جدا الحقيقة، ما كانش المفروض يبقى في فرق بين الولد والبنت في أي عمل أكلفها بيه. لازم هو يكلف بعمل، هي تكلف بعمل نفس القدر أو بنفس الكيفية، علشان ما تحسش بالفرق. علشان دلوقتي مفيش فرق بين الولد والبنت إلا في حاجات ربنا قال عليها، إلا مثلا في الحجاب، إلا في الصلاة، إلا في يعني لبس الصلاة أقصد، حاجات معينة ربنا هو اللي قال كده، أنا ماليش دخل فيها، بحيث انها مش هتتضايق من نفسها. وبرضو هحاول وهبحث وهدور على ايه الصح اللي انا ممكن ارد عليه، وايه الصح اللي انا ممكن اقوله في المواقف اللي زي دي. الحقيقة دي كانت غلطات انا وقعت فيها، اتمنى ان انت ما تقعوش فيها ابدا، واتمنى السعادة ليكم ولولادكم، واتمنى اشوف تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني جدا على الموضوع ده. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.